في البصرة المقدسة بان فيها النور من الظلمة ومن الصدق والرياء، ويبان فيها الحاجة الثمينة من الغث. فيها مقارنات زي ما احنا عارفين موضوع مريم اللي كلم عنه سيدنا دانيال، والناردين اللي كان كثير السمى بينما كان يهوذا الخائن اللي باع السيد المسيح. المزمور بيتكلم، المزمور الاول مزمور الساعه الثالثه بيتكلم عن يهوذا، بيقول كلامه امن من الدهر، كلامه ناعم، كلامه جميل، حلو خالص. وهو نصاب، نصاب ايه النصاب ده؟ اللي هو سم الافاعي، سم الافاعي اللي هو موجود في المثل العامي، الوش مرايه وفي الافا سلايه، ولا صعب الحكايه. ودي تخوفنا جدا ان يكون كلامي خلاص، ما انتش قادر تقول كلام حلو من قلبك، بلاش تقول من لسانك وخلاص احسن. وليه انا ادين نفسي؟ ليه انا احط نفسي في موقع الدنيا؟ ليه اشبه نفسي بيهوذا؟ مش قادر تقول كلام حلو، ما تقولش خالص. ما تقولش انا مشتاق لك يا حبيبي، وانت ازيك وانت نور عينيا وقلبي، وانا بكرهه ومش عارف اشوفه. يبقى انت دلوقتي ايه؟ ما كنتش امين، ما كنتش صادق، مش قادر تشوفه، مش قادر كده، ما تقولش كلام حلو، خلاص. على الاقل اعود نفسي على الصدق، اعود نفسي على الصدق بدل ما انا ادين نفسي وتحسب ضدي خطيه. اعود نفسي على راي القديس يوحنا الذهبي الفم، يقول لا تعود فمك الحلف، الحلف يعني ما تعودش نفسك الحلف، ما تعودش نفسك الكذب. يعني في واحد يقول لك انا طول عمري صادق، بس اول ما تعذر في موضوع اكذب كذبه. يعني انا صادق باستمرار، بس اول ما تزنق في موضوع اكذب كذبه. لا، ابقى ايه؟ كابن للمسيح ابدا اقول مش مهم لو حد يزعل مني، احسن ما انا ايه؟ ازعل المسيح. ليه بقى؟ لان المسيح هو هيصلحني، هيصالحني على فلان. لكن انا لو زعلت المسيح، طب مين يصالحني؟ ده الكلام ده مين قاله؟ الكلام ده قاله العالم الكاهن لما شاف ولاده، سمع عن ولاده ان هم بيخطئوا. يا ولاد، اذا كان الكاهن ده اللي بيقبل خطايا الناس وبيصلح الناس، لما الكاهن ده يغلط، طب مين يصلحه؟ يعني زعل صاحب المذبح، طب مين هيصلحه؟ فانا اقول لنفسي كده، انا ارضي المسيح اولا، واعود نفسي على كده. اقول انا من طبيعتي انسان ضعيف، انا اصلا بنكسف، اصلا بخجل من الناس. اقول اذا كان ضعف، لكن ابقى اعود نفسي ان انا اكون صادق، واكون صادق في كلامي. ويوم ما تقول لحد هحاول ان انا اعمل لك الموضوع ده، يبقى أنا حطيت في قلبي 100% إن أعمل الموضوع ده. مش أكون سهل إن أنا إيه؟ أنا هجيب لك وهعمل لك. أنا أفتكر مرة، وإنجاز كنت قلت لكم مرة، أفتكر مرة كنا رحنا دير اسمه طروارة أبي. الدير ده عند جليم غيرة ولا جليم حتة بعيدة كده أهوت. دير جميل، دير كاثوليكي، كنا بنروح فيه وعملنا فيه رحلات لطيفة. وبعدين أنا كنت مبسوط، كان أول مرة أروح مبسوط. وبعدين قلت إيه، كنا جايبين معانا بعض الحلوى السيدات الشاطرات بتوع الكنيسة اللي بيعملوه، فهم أعجبوا بيه. فأنا إيه قلت لهم إيه، إن شاء الله إن إحنا نيجي ونجيب لكم من البتاع ده.
فكان معايا مين؟ كان معانا ابونا دانيال الانطوني اللي هو الاب دانيال اللي حاسبني. فقال لي لا ما تقولش كده، انك ما تعرفش ظروفك، انك جاهز ما تجيش دلوقتي، جاهز ما يبقى انت. انا استفدت منه جدا، استفدت منه جدا. شوف الكلمه دي فعلا بقى لها اكتر من 20 سنه، اكتر من 25 سنه، كلمه دي اكتر من 25 سنه. لكن لازم اتعلم، لازم نتعلم، نتعلم من بعض. الكلمه دي حطيتها في ذهني وفعلا خير لك ان لا تنذر من ان تنذر ولا تنذر ولا تفي، مش كده؟ احسن لك انك ما تقدرش، احسن لك ما تقولش لكل اللي انا هعملك الموضوع الفلاني ده وبعدين ايه ما تعملش. فايه؟ فبيقول كلامه الين من الدهن وهو نصاب، نصاب يعني سم الافاعي اللي هو ما ليش بعض الاحيان في نوع من الافاعي، نوع من الافاعي ما في ما ليش رقي، يعني ما ينفعش ليه ايه؟ ما ينفعش ليه دواء، يعني ما ينفعش ليه دواء، في نوع من الحياه كده. خد بالكم اللي في الصعيد واللي كده يعرفوا في نوع من حاجه اسمها الدفين. الدفين دي حته حيه قد كده، ها؟ في البريه تتكور وتروح نظره نفسيه على الهدف، بيقولوا عليها ان هي عاميه، عاميه، لكن تنطر النظره بتاعتها تروح لازقه في الهدف بتاعها، تقرص القرصه، هي القرصه. فالشيطان كده، عشان كده ايه يقول لا تمكن الشيطان من جسدك، لا تمكنوا الخطيه من اجسادك المائده اللي هي ماتت مع المسيح. عشان في كل مره انا بتناول فيها جسد المسيح ودمه، ان جسده بيتحد بجسدي اتحادا، ودمه بيسري في دم سريانا علشان يبطل سم الحيه. دم المسيح هو ده اللي يسري في جسدي ويسري في كياني عشان خاطر ايه؟ سم الحيه بافكارها وكل ايماءاتها اللي هي الشيطان بيعملها فيه. الانجيل بقى بيتكلم عن محبه، معلش يهوذا انا هتكلم برضه معاها بعد كده على حاجه، ازاي يهوذا وصل للموضوع بقى يهوذا، ونشوف السته ونشوف مريم ديت اللي قال عنها القديس يوحنا، القديس يوحنا الحبيب قال عنها ان هي مريم، قال عنها مريم. بينما انجيل متى وانجيل ماري مرقس وانجيل مرقس غفلوا الاسم، بينما يوحنا ذكر ان هي مريم اخت العازر، ليست مريم الخاطئه ولكنها مريم اخت العازر اللي هي كده. صحيح يوحنا قال سكبت الطيب على قدمه بينما مرقس قال على راسه، وده الاثنين مش غلط، لان يظهر لما سكبت الطيب ده نزل على جسم المسيح كله من اول الراس لغايه القدم، عشان كده مفيش اختلاف. وعشان كده السيد المسيح قال انتوا بتقلبوها ليه؟ عملت بي عملا حسنا، ان دي كفنتني وانا لسه في الجسد وانا لسه عايش، ان هي كفنتني. وده فعلا اللي يظهر ان الطيب هذا الطيب. طيب مريم كان من نوع نادر جدا في ذلك الوقت، نوع من النادر جدا لدرجه ان هو كان ثمنه 300 دينار. خدوا بالكم، تامل احد الاباء يقول 300 دينار ازاي؟ 300 دينار لما تشيل يوم ايام السبوت من السنه، يعني اللي هو 365 السنه 365 لما تشيل السبوت، وكان اجر العامل في الوقت ده دينار، زي ما قال السيد المسيح في المثل اصحاب الساعه الاولى والثانيه والحادي عشر، فكان ثمنه كان اليوم اليوميه بتاعت العامل كانت دينار، و300 دينار. يبقى لما تقول ال 300 دول ثمن اجر العمل قد ايه؟ سنه كامله. تصوروا قد ايه بقى؟
علشان كده اول ما عملت كده اتخض يهوذا خضه جامده واتغاظ، مش اتخض بس، وده عايز اقول لكم لما تشوفوا الانجيل ده تجدوا بعد ما اتغاظ يهوذا راح طالع على طول باع المسيح. يعني الغيظ بتاعه غيظ وندم، وازاي ده بيقبل الكلام ده؟ وازاي بيقبل مش عارف ايه الموضوع ده؟ وقال ايه؟ طلع بقى الشيطان بقى كان تملك من قلبه وباع السيد المسيح. وباعه بقد ايه؟ بأبخس ثمن، بثمن عبد اللي هو ايه؟ 30 دينار، 30 دينار، أبخس ثمن. يبقى مريم قدمت الحب بتاعها اللي اتأكد في قلبها ما استخسرتش على المسيح 300 دينار ثمن شغل واحد سنة، سنة كاملة. ما هي سنة كاملة واحد يشتغل بيها ما استخسرتهاش في السيد المسيح، بينما يهوذا باع. وعشان كده عايز أقول لكم على حاجة، الموضوع ده يخوفنا جدا. لما بتدخل الخطية في قلب الواحد بتغير شخصيته. عشان كده الشاطر يجري على حضن ربنا ويجري عند ابوه الكاهن. اوعى تتكسف من ابونا، وبالعكس ده انت لازم تتكسف، انا لازم اتكسف. لو ما اتكسفتش ما يبقاش اعتراف. صور؟ ما في واحد متبجح يقول انا ولا يهمني يعني، اقول لابوك ده انا اقول قدام الناس كلهم. هو ده الشطارة؟ لا. لما بتتكسف من خطيتك، لأن ربنا بيستر عليك وبيستر على الكاهن، يدي للكاهن حب ويديك غفران وتطلع فرحان. علشان إيه؟ الخطية أنا فضحتها، فضحت الشيطان، فضحت الشيطان. يبقى خطية وصلت يهوذا اللي هو البطرك، ما هو من ضمن البطرك ال 12، وصلت هذا البطرك أن يكون شيطان، شيطان باع المسيح. بينما مريم، مريم التي أحبت المسيح. الحكاية دي بتفكرني بحاجة لطيفة قوي، زي ما فكرني أبونا دانيال لما كان بيتكلم عن البرفان اللطيف اللي قدمته مريم. فكرني بحاجة جميلة في مرة من المرات وفي الذكرى الطيبة بتاعت قداسة الباب شنودة. أفتكر له حاجة من ضمن يعني يفيض قلبي، وأكثر من أيام اللي أنا كنت عايشها دلوقتي بتعيش الواحد بيعيش في الذكريات الجميلة بتاعت سيدنا كل يوم. وعايز أقول لكم إزاي، إحنا ضد عبادة الأشخاص، ومش عبادة الأشخاص دي اللي تخلي إن الواحد يعني يبقى زي الأعمى كده ويمشي كده، لا، يكون عنده العين الواعية التي تستطيع أن تنتقي الجيد وتعرف فين هو الصالح وفين هو اللي تستبعده والحاجات دي. لكن حياته الجميلة اللي كانت كلها عطاء عرفنا ازاي الزرع. الباب الشهودة ده كان عبارة عن عطاء. العطاء ده في كيانه وفي حياته، ولما العطاء بسخاء وعطاء باستمرار، واللي عنده كان يدي. عشان كده كانت الدنيا كلها بتفيض بالحب ليه، لانه دي صفه، صفه العطاء الجميل. انا افتكر مره رتبت اجازتي السنويه على اجازه سيدنا، وخدت منه سماح ان اروح اقابله في افريقيا. فقعدت معاه حوالي 22 يوم، كان تصوني معايا 22 يوم، وكان قال لي سيدنا كده وقال لي جنبي على طول. فتصور بقى ال 22 يوم دول في كل حته طالع فيها احنا طالعين معاه، يروح نيروبي احنا وراه، يروح جوهانسبرج احنا وراه. كانت ايام مش ممكن اقول لكم. ففي مره كده اهوت ايه، في اول لقاء كان في قداس وتدشين مذبح، وبعدين ايه ما كانش معايا الدنيا. فجه سيدنا وقال لي أنا في الدنيا لك. قلت له للأسف يا سيدنا ما كنتش معايا الدنيا. قال لا ما كنتش معايا. تعالى يا أخي فلان هات الشنطة بتاعتي. راح فتح سيدنا الشنطة وراح جايب لي الدنيا من تحته وقال لي البس الدنيا دي. قلت له معلش سيدنا حبيبي يا سيدنا اسمع كلام، اسمع كلام. حاضر يا سيدنا. لبست الدنيا
وبعدين ايه؟ بعد القداس جيت اراجع تاني ايه؟ لسيدنا، لا خلاص بقى انت لبستها خلاص دي بتاعتك. وتاهت من الدنيا. وبعدين كان امبارح الموضوع ده افتكر قعدت اقول لتصوني انا عاوز اشوف دنيا سيدنا فين؟ قعدت نشوف ونشوف. تقول انت كنت تديها لي وحطيتها في المكان الفلاني. لا لا مش الدنيا دي، لا دي جديده، لا دي لسه ما مش عارف ايه. لغايه لما اعترت عليها بالليل ترني سيدنا الله. بس كانت معفره كده اقول لك ما بستخدمهاش، استخسر ان انا استخدمها. لكن دي عندي قد ايه؟ قد ايه دي؟ ها؟ لو واحد اذا كان قفص الجريد اللي عمله فيه القداس في السجن بعته لي المندب شوي وهو في السجن اداه لواحد قال له دي لابونا مينا وبعدين لما يطلع ورحت وديته له في فصل جديد عند اخته. في واحد من الاسرياء هناك في الوقت ده قال له ايه؟ خد كام الف ودي بتاع جريد. قال له لا كام الف؟ لا ده ذكرى جميله مش ممكن. بتاع جريد قفص جريد وحتى طلع على اسمه كتاب مش عارف العهد الجديد والقفص الجريد حاجه زي كده. فالدنيا دي لما واحد يجي يقول لي اديك مليون دولار فيها اقول له لا حيلك يا سلام. هو ده لسان المسيح قال على ايه؟ هو ادانا ردين الكثير الثمن الحب الجميل. يا رب لتكن كلماتي محبه، ليكن رصيدي حب لكل احد، ليكن رصيدي حب لكل احد. لا تسمح ان البغض تسري في دمي مثل ما يسري السم الذي تعطيه الحياة الإنسان. ولكن يا ربي اجعل يا ربي دايما حياتي كلها محبة، يكون قلبي خالص بالحب لكل أحد، أعيش في محبتك يا رب. تنظف قلبي، تنظف تفكيري، تنظف مشاعري لكي ما أعيش يا ربي لك كل أيامي صادقا. على الأقل أحييه في اليوم الأخير وتقول لي إيه؟ كنت أمينا في القليل، ها أنا ذا أقيمك على الكثير. ليكن لكل واحد فينا رصيد حب للآخر أو للرصيد التاني ده بلاش منه رب. نظفني من رصيد الكراهية، نظفني من رصيد النجاسة، وأعطيني أن أكون ابن طاهر مقدس ليك. لإلهنا كل مجد وكرامة وتسبيح الآن وكل آن.